اديني جبت لك شغلانه اهو، ما بقاش ليك حجه. لا خلاص، انا ولاد الحلال جابوا لي شغل. مش تفرحني، سوبر ماركت كبير كده هقف ابيع فيه. وماله، اي شغل حلو. بس هتعرف توفق ما بين دراستك والشغل؟ انا اللي اعرفه ان انت في جامعه الازهر، مش كده؟ في الازهر اه، بس باذن الله هعرف اوفق. اصل الناس دي اصحاب ابويا وصحبه صالحه، ودي اهم حاجه، وتهمهم مصلحتي كويس، وربنا يقدرني واعرف ارد جمايلهم عليا. محدش ليه جمال على حد يا ابني. اللي بيساعد حد مش مستني رد جميل. وبعدين انت واضح ان الاسطى شعبان الله يرحمه طلعك زيه، ملتزم وعارف ربنا. انا ابويا كان ملتزم اه، بس كان مقصر في حاجات كتير قوي. المؤاخذه، يا ريت تشوف طريقه تانية تبعت عليها فلوس ابويا، عشان بس محدش من الجيران يسال على دخلتك وخرجتك كل اول شهر. عندك حق. حاضر يا اشرف، هبقى اكلمك ونتقابل بره. خلي بالك على نفسك وعلى والدتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا فندم، انا بعت لستك الصور، شفتها؟ لا طبعا ما ينفعش نتدخل، بس هو الوضع ما ينفعش يسكت عليه. We are going to start with our students of faculty of law and faculty of physical education. We will send them to train for 6 months. Then they come back and they remain, as you said, as protection to our headquarters. Then after a while, we will announce our army, but after it grows in number. Regarding it with the armament? Do not worry about the weapons. The weapon is there, and some more will come very soon, inshallah. طيب أنا بستأذن سيادتك، أنا عندي فكرة. تمام. بعتوا الرسالة الحلوة دي. أشكركم على حسن تعاونكم معنا. وشوش بتضحك. سند. What's wrong? ايه ده، ايه ده بسرعه كده؟ انت طلعت خفيف قوي. بتجري ليه؟ ما انت كنت عامل فيها 7 الليل. بس صدق بقى، احنا ما عندناش ذنب. مش كان يمكن نفسه يزور الارض؟ تمشيه بسرعه كده. على فكره انت ما عندكش قلب.